تواصل، واحنا في نهايه اليوم الثاني لجنه التلقي اوراق الترشح ولم يتقدم احد، واحنا مستمرين عمل اللجنه حتى يوم 14/10 ان شاء الله الساعه 2 مساء اخر يوم، كل يوم من الساعه 9 صباحا حتى الخامسه مساء عدا اليوم الاخير اللي هو 14/10 حتى الساعه 2 مساء، واحنا مستمرين ان شاء الله وهنحيي حضراتكم اول باول واللجنه بتلعبوا في كده. بشكر حضراتكم المتابعه واحنا دائما على تواصل ان شاء الله. شكرا. ماشي.